طبعا احنا نقصد في التفسير اذا وسبق لفت اكثر من مره الانتباه، نقصد مش مجرد التفسير بقدر ما هو اعاده النظر في ايات قد تبدو مشكله. نقرا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إذن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، إذن اللي آمنوا من بني إسرائيل لما كان موسى عليه السلام في مصر كل بني إسرائيل؟ لا، اللي آمن مين؟ فقط ذرية، حتى أبناء الشباب من قومه، من قوم مين؟ موسى عليه السلام. وهذول اللي آمنوا الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية، وفيها على فكرة تقليل هيك، ذرية من قومه أي من قوم موسى، وحتى هذول الشباب لما آمنوا على خوف، وهم خايفين من اثنين، من فرعون وملئه، ولا من فرعون وملئهم. إذا هم خايفين كانوا من فرعون ومن جواسيسهم، جواسيس اللي من بني اسرائيل زي ما هي صايره اليوم، شايف؟ على خوف من فرعون وملئهم، خصوصا انه فرعون كان يعني بتعرفوا من بني اسرائيل في ناس متنفذين كانوا، زي مين؟ قارون. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وشو كان يملك؟ اذا معناته كل بني اسرائيل كانوا مضطهدين؟ لا، واضح انه في فئات ايش؟ وغالبا هاي الفئات اللي بتبيع نفسها وتستفيد من ايش؟ من النظام الحاكم. يعني هذا طول عمره بيحصل، على فكرة طول عمره بيحصل. اذا هم اللي امنوا مع موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، من بني إسرائيل اللي هم ايش؟ طيب ممتاز. موسى عليه السلام لما جاء وخاطب فرعون شو كان طالب منه؟ يبدو كان طالب منه قضيتين: الإيمان ورفع اليد عن بني إسرائيل، أرسل معي بني إسرائيل. وجت في القرآن الكريم أكثر من مرة جت: فأرسل معي بني إسرائيل، ومرة جت أن أرسل معنا، يعني موسى وهارون، أن أرسل معنا بني إسرائيل، وجت فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. إذا كان في نوع من إيش؟ الاضطهاد. أكيد الاضطهاد مش للكل، بس واضح إنه اضطهاد إيش؟ الأغلب، مش هيك؟ لأنه لما قال تعذبهم على اعتبار الأغلب، لأنه في ناس أصلا من قوم موسى عمل مين؟ فرعون. هذول بيعذبهم فرعون؟ لا. وعلى فكرة كيف المماليك كانوا في يوم من الايام مماليك وبعدين حكموا؟ لانه من خلال التعامل، على فكرة حتى لما يكون هو مملوك وخدمه الى اخره، وكان على قد حاله كطبيب مثلا بيصعد، كمهندس بيصعد، كقائد عسكري بيصعد، ما كانوا يستخدموا حتى من قادة عسكريين من هؤلاء وهؤلاء. فاذا كان في من بني اسرائيل ناس ايش؟ يرتفعوا مع النظام، وهذول هم ملأ بني اسرائيل اللي كانوا يساعدوا الفراعنة على ايش؟ طب قديش كانوا بني اسرائيل؟ هون سؤال، قديش كان عددهم؟ انا اقولكم مين في عفوا، يعني انا ناسي، في علماء اليوم بيقولوا
انه كل قديش سكان اي دولة بتكاثر وكل كم سنة بيضعفن بصير الضعف؟ 25. ها؟ في حدا عنده فكر؟ قديش بتضعف سكان اي امة؟ كل كم سنة بتضعفوا مرة؟ قديش؟ كل 20. في حدا عنده اعتراض؟ كل 20 بتضعفوا. كل 20 سنة. يعني 100 بصيروا 200. المليون؟ مليونين. طيب مثلا. طب شو رايكم لما تيجوا تنظروا انتوا ان يعقوب عليه السلام كان ولادته اصغرهم يوسف، صوروا ولادته اصغرهم يوسف وفي اخر عمره يعقوب عليه السلام اولادته 12، اولادته 12 اصغرهم يوسف او بنيامين عفوا، يعني يوسف اصغر منه بنيامين من 12. طيب مثلا اذا يوسف عليه السلام كان على عرش مصر وابوه موجود، معناته باقي الاخوه الكبار، لكن الاخوه الكبار والاحفاد قديش عددهم تتوقعوا؟ تصوروا 12. واصغرهم عمره 30 40 سنه. 12 واصغرهم 30 40 سنه. هذا صغير. ماشي؟ طب وقديش ممكن كل واحد مخلف فيهم؟ واللي مخلف يخلف وكان يتزوج له ابن 15. لانه اليوم مشان اليوم تعليم وجامعه وتوجيهي تتاخروا، بس سيدك بقى يصبر لها سنه خير، بظل بين 20 مش متجوز وبين 18 و17 و15، طب هو 15 خلص برع الغنم وخلصنا، ها؟ فقديش ممكن يكونوا؟ قديش ممكن يكونوا؟ يعني انا سيدي على فكره ما تناسل من سيدي ابو ابوي بس لحاله وما تفرع من بنات وكذا، يعني في حدود 700 او اكثر شوي اكثر، ما بنعدوش ماشي؟ من سيدي بس. طب الان طيب لاحظوا اذا قديش كان؟ طب ممتاز. واذا كل 20 سنه بتضاعفوا فيما بعد يحسبوا لنا اساتذه الرياضيات فيما بعد مش الان. طب بين يعقوب عليه السلام وموسى لما خرج من اسرائيل 450 سنه. 450 يعني ال 450 كم 20؟ فالمية والمية 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 مشيت وهكذا. بتعرف وقتها شو ممكن يكون العدد؟ شو ممكن يكون العدد بعد 450 سنة؟ طيب ممتاز. إذا أعداد هائلة، إذا أمة بكاملها، هذه الأمة في منها يعني الشعب الفلسطيني مثلا أيام ما كانت، قال أيام ما كانت المهم موجود الشعب الفلسطيني، اسرائيل بتضطهد الغالبيه العظمى مش هيك؟ بس ما فيش ناس بيزوروكم من هون ومن هون ولهم مصالح وهذا كلهم مضطهدون و مش هيك؟ في منهم بيستفيد ماديا، في منهم الى اخره باكثر من طريقه. طيب الان اذا لايش جاء موسى عليه السلام؟ لقضيتين، امنوا وارفع ايدك عن بني اسرائيل. ارسل معي، اذا في على فكره هاي لازم تدرس منيح، ارسل معي هو الارسال فقط، الارسال بس رفع العبوديه كان بكله ببساطه، ارفع العبوديه عنهم. ممتاز. لا يبدو في وظيفه ثانيه، ارسل معي بده يذهب فيهم لمكان، بده يذهب فيهم لمكان مش هيك؟ اذا هو مش بس ارسل، يعني مستعبدهم وطلقهم يا اخي، مستعبدهم اطلقهم، لا ارسل معي مش هيك؟ ماشي ركز الان عليها. طب من بني اسرائيل قديش اللي امنوا لموسى؟ جاي على فكره خلصهم من العبوديه مع ذلك، قديش اللي امن؟ فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملائهم، مش وملائ فرعون، ملأهم هم اللي متفاعلين معاه. وبالتالي سؤال لكم، تتوقعوا انه اذا اللي كانوا امنوا قلة بموسى، اذا لما موسى يقولهم هاتوا لنهرب كل بني اسرائيل بهربوا؟ طب هم مش كلهم مؤمنين، بل واضح ان المؤمنين ايه؟ الاقلين. اذا خروج موسى ببني اسرائيل خرج كل بني اسرائيل معه؟ لا
لا شوف عايدة بينا الآن إيش نغير من الفكرة الموجودة كانت عند الناس، كل الناس تتصور والمؤرخين وغيره إنه كل بني إسرائيل طلعوا. وين نرجع؟ وين القرآن قال كل؟ وين قال كل؟ وين قال كل؟ إذا فيش دليل إنه اللي طلع مع موسى عليه السلام كل بني إسرائيل من مصر، اللي طلع معاه جزء، والمؤمنين هم الأقلية، فعلى أساس الشعب كله بده يطلع؟ ليه؟ ما في ناس لهم مصالح، في ناس خويفة، في ناس كبار في السن، في ناس معجبتهم المزارع اللي هم فيها، في ناس خدم في القصور، ويطلعوا يا أخوي ليش؟ ما هم مستفيدين، خدم القصور. واضح على فكرة إنه بني إسرائيل كانوا قريبين برضو من السلطة. كيف يعني؟ جوا القصور حتى، بدليل إنه أخت موسى عليه السلام شو قالت أمها؟ قالت لها وقالت لأخته قصيه. إيش يعني قصيه؟ يعني ابحثوا عن خبره، قصصي عن خبره. طيب وقالت لأخته قصيه، وجت أخته واقترحت عليهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. إذا أخته دخلت جوا، القصر. شفت؟ فإذا في كثيرين مش معنيين يطلعوا. ليش نطلع؟ خير. وكانت مدن على فكرة، مدن. إذا معناته على فكرة معناته اللي طلعوا مع موسى بالأولا غالبا هم المؤمنين، بدليل إنه ورد في القرآن أسري بعبادي، ما قالت أسري ببني إسرائيل، بعبادي أسري بعبادي، وكررها مرتين في القرآن. شيك بيكتب إنه أسري بعبادي يعني بين الليل. وشو قال عنهم؟ بعبادي، ما قالوش أسري ببني إسرائيل، بس جاوز البحر ببني إسرائيل وقام من بين. لاحظوا أسري بعبادي، ليش مرتين؟ لما طلب من موسى عليه السلام أن يخرج بالليل قال بعبادي، ما قالوش بقومك، ما قالوش ببني إسرائيل، بعبادي. إذا غالبا اللي طلعوا مع مين؟ اللي عندهم استعداد يخرجوا عن هالواقع اللي هم فيه. في كثير من الناس اليوم في فلسطين، ها لا خليني اقول في امريكا، افرضوا في امريكا، في امريكا كثير من الناس الموجودين الان، ونفرض امريكا بتهبطهم، نفرض امريكا بتهبطهم، كثير منهم يعني مستعد يخرج الان من امريكا ويرجع على بلاده، حتى البلاد اللي هي بلاده بتحتضنه عنده استعداد؟ لا. ليش؟ في له مصالح. وتتصور وطلعوا مع بني اسرائيل وهم كعب قد يكون اكثر من مليون، اكثر من مليون، واذا بدنا نحسبها على فكره بيطلعوا ملايين في ال 450 سنه، وكل 20 سنه مضاعف. مش مليون. لا انسى زعم التوراه، انسى زعم التوراه وما بني عليه. لنفرض التوراه على فكره بتقول انه اللي كانوا قادرين على حمل السلاح لما طلعوا 600,000، مش هذا مستبعد تماما، الكميه كلها هاي اللي بلغها وطلعت، وفرعون مش شاعر يعني، مش شاعر وقدر يغادره ابدا. واضح حتى هو شو قال؟ شرذمة قليلون، شرذمة قليلون، صح. وممكن قصده يغير، بس واضح انها مش بلاد اللي نزحت، مش بلاد اللي نزحت، مش بلاد. شفت؟ اذا فئه من بني اسرائيل خرجت، وفئه من بني اسرائيل ايش؟ بقيت، لانه قديش الامل. هاي اول طريق الان مشان نفهم مضبوط الايات. اذا بني اسرائيل فرقتين، اذا اخذنا اكثريه واقليه، الاقليه خرجت مع موسى، ولتكن الاقليه 10,000 20,000 100,000، بظل الاقليه اللي خرجت مع موسى هي الاقليه. لو كانت 100,000 بتكون اقليه بالنسبه لبني اسرائيل. اذا هذه اول قضيه راح نفهم الايات اللي راح تيجي. اذا لاحظوا فئتين، فئه بقيت وفئة طلعت. مين اللي طلع؟ الأقل. مين اللي بقي من بني إسرائيل؟ الأغلبية.